أسلمتكم اليوم باش نقراو على الفينومين نتاع ليبيرموتاسيون سوماتيك. ممكن تتذكروا مره فاتت قرينا على ايزوتوب سويتشينغ وين نجمو نشدو نبدلو في التيب نتاع الانتيكور من اي جي ام لاي جي جي ولا اي جي او ولا اي هو. حكينا مثلا على هالاكزامبل وين ولينا نصنعو دي جي او. دونك الحاجه اللي حنا نرجع لها هو انه لي بارتي هذوما هما لي بارتي كونستانت في الانتيكور. لي جين نتاع البارتي فاريابل اللي هي البارتي الفوقانيه وين باش تتعرف على الانتيجين نلقاوها هوني في الفي دي جي. في ليبرموتاسيون سوماتيك هوني وين باش نخدمو هوني وين باش نبدلو. كيفاش تصير ليبرموتاسيون سوماتيك؟ نبداو نجيبو وين باش تصير ليبرموتاسيون سوماتيك. دونك نذكركم ان هي تصير في السونتر جيرمينال في الفوليكول سكوندير في الغونغليون لمفاتيك. كان تتذكروا الغونغليون لمفاتيك فيها دي فوليكول بريمير فيها دي فوليكول سكوندير والفوليكول سكوندير فيها دي سونتر جيرمينال. فما السيلول كلي اللي هي تخدم في ليبرموتاسيون سوماتيك اللي هي السيلول فوليكولير دوندريتيك. وهوني رد بالكم السيلول فوليكولير دوندريتيك حاجة وحدها ماهيش كيما لي سيلول دوندريتيك الاخرين. خاطر لي سيلول دوندريتيك الاخرين هما دي سيلول بريزونتاتريس دونتيجين حاجة اخرى. باه دونك لو سونتر جيرمينال في حد ذاته باش يتكون اون فوا لي لامفوسيت بي ولي لامفوسيت تي تعاونوا مع بعضهم صارت لهم سيمولاسيون وتعاونوا مع بعضهم. لي لامفوسيت لي سيلول فوليكولير دوندريتيك هما اللي باش يعاونوا برشا في العمليه نتاع لي بيرميتاسيون سوماتيك. كيفاش باش يعاونوا؟ باش يجيو هكايا. دونك هذه هي السيلول فوليكولير دوندريتيك كما الاخطبوط كما تراو عندها عندها دي برولونجمون سيتوبلازميك ما شاء الله كما تراو. دونك كما الاكتوبوس بالضبط الاخطبوط الشيء هذايا عندها يدين شيء واليدين نتاعها فيكسي عليها لونتيجين. الانتيجين اللي هو جانا من الفيروس اللي هو جانا من حاجة أخرى من حاجة الباثولوجيك اللي هي باش تقعد تفكسي على روحها الانتيجين تقعد تبريزونتيه للنفوسيت بي. النفوسيت بي هي تعاونت مع النفوسيت تي باش تبدا هالبروسيسوس نتاع لي بيرميتاسيون سوماتيك. شنو هو البروسيسوس نتاع لي بيرميتاسيون سوماتيك؟ باش تجي في هالبلاصة وين البارتي فاريابل نتاع الانتيكور اللي نذكركم هي هوني وين باش تتعرف على الانتيجين هذا هو لي جين نتاعها باش تجي انزيم تبدا تحط دي ميوتاسيون الياتوار باش تجي تحط ميوتاسيون هوني باش تجي تحط ميوتاسيون هوني باش تجي تحط ميوتاسيون هوني هاك على الهامش. علاش تحط دي ميوتاسيون الياتوار؟ الفكره هي شنيا؟ هي كان الانتيكور هذايا اللي انا بديت بيه اللي هو اي جي ام يفكسي لونتيجين لكن الفيكساسيون هذه ما هيش دف دو غرون دافينيتي لافينيتي متوسطه. دونك كان انا نجي نحط دي ميوتاسيون هوني في البارتي فاريابل يمكن بارازار نحط ميوتاسيون اللي هي تطلع لي انتيكور دو غرون دافينيتي ممكن بارازار كيما ممكن نعمل ميوتاسيون اللي هي تطلع لي انتيكور اخيب لافينيتي نتاعو. دونك خلي نجربو الانزيم هذيا تجي تقول لك ايا خلي نجربو ايا يجي نحط ميتاسيون هوني يجي نحط ميتاسيون هوني يجي نحط ميتاسيون هوني. وما تنساوش زادا انو هاللمفوسيت بي قاعد يبروليفيري دونك قاعد نخرجو منو في دي كلون. دونك صنعنا منو بليزيور كوبي مش كوبي وحده عندنا منو. دونك هاللمفوسيت بي اللي احنا استيموليناها الاول صنعنا منو قدام الكوبي كل كوبي باش نشدو نخدمو على هالبارتي هذه نحطو فيها دي ميوتاسيون تك 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 كيما جا دي ميوتاسيون هكايا. دونك باش يجيني كعبة لامفوسيت بي باش تتحسن لي لافينيتي نتاعها وحدة أخرى باش تقعد هي بيدها وحدة أخرى باش تخياب وحدة أخرى كيفاش كل وحدة وكيفاه. باه إن فوا كملت شنو باش يصير لي؟ باش تصنع دي لامفوسيت بي اللي هما عندهم زونتيكول دو غروند افينيتي دي لامفوسيت بي اللي هما الافينيتي نتاعهم اقل وديك لي لامفوسيت بي اللي هما الافينيتي نتاعهم ما تبدلتش. باه توا شنو البروسيس اللي لازمني نعملو؟ لازمني نختار اما هي لامفوسيت بي دو غروند افينيتي. باه وهوني باش تجي هالسيلول دوندريتيك فوليكولير نرجعو لها. اون فيت هالسيلول فوليكولير دوندريتيك عندها كيما قلنا دي برولونجمون سيتوبلازميك تبارك الله ما شاء الله باش تبريزونت عليهم لونتيجين. دونك هوني هالكور الصفر هما هما لونتيجين فيكسي. لي لامفوسيت بي صنعوا دي زونتيكور جدد اللي هما كيما قلنا نجمو يطلعوا لافينيتي نتاعهم تحسنت كيما تنجمو يطلعوا لافينيتي نتاعهم خيبت.
انت والميوتاسيون اللي جات فيهم باه لونتيجين هذايا باش تحط اون كونتيتي شويه بارابور للانفوسيت بي لي زونتيجين اقل من الانفوسيت بي الانفوسيت بي باش يلقاو رواحهم اون كومبيتيسيون على لونتيجين كل واحدة تحب تشد لونتيجين بارابور الاخرى اشكون باش يشد لونتيجين زعما اللي بيشد لونتيجين هو اللي عنده جروند افينيتي لونتيجين دونك الانفوسيت بي اللي عندها جروند افينيتي هي اللي تنجم تكبش في لونتيجين وما تخليش اختها تكبش اش تعمل السيلول دوندريتيك فوليكولير تبعث سينيا تقول ايا به اللي شد فيا كيما هذيا راكم تراهم شيخين ديجا عاملين جو يقعد حي امور منظمه هكا حاجتي بيه واللي ما شدش يلا تصحت effectivement les cellules lymphocytes B اللي هما ما شدوش في الانتيجين هذويا على خاطرهم ما صنعوش ان انتيكور دو بون افينيتي لافينيتي تاعهم مش كوم يفو كيما حاجتنا بها باش يعملوا ابوبتوز باش يموتوا سي اكزاكتومون السيلول هذه فوليكولير دوندريتيك اش تخدم كيفاش تعمل كيما جي انت في قفص فيه 10 سيوده جايعين تطيش قطعه لحم السيودة باش ياكلوا بعضهم وباش يقع تصيد واحد اللي هو القوي باش ياكل قطعة الحب هذيا هذا شي يصير هذا اش تعمل السيلول لونتي فوليكولير دونك نعمل ريزومي اللي حكينا عليه دونك ليبيرميتاسيون سوماتيك هو الفينومين وين باش نجيو للليجين نتاع البارتي فاريابل تاع لونتي كور اللي نذكركم ان هي البارتي اللي تفكسي لونتي جين باش نحط فيها دي ميتاسيون الياتوار اللي هما ينجموا يحسنوني في الافينيتي تاع الانتيكور كيما ينجموا يفسدوها ان فوا صارت هالفينومين تاع الميتاسيون باش نعمل سيليكسيون اللي هو تعمل لي هالسيلول دوندريتيك فوليكولير باش تختار لي لانفوسيت بي اللي هما دو غروند افينيتي والباقي باش يموت وهكا نتحصل على دي لانفوسيت بي اللي هما عندهم زونتيكور دو بون افينيتي انا كون عاودكم